أعالي جبال ولاية المدية بحلتها البيضاء التي كثيراً ما أسرت الناظرين، إلا أن بياض الثلج هذا يخفي وراءه سواد الحياة فرضه فحم الخشب المحروق بحثاً عن الدفء. الظروف الطبيعية هنا جد قاسية، وزادتها قساوة معاناة سكان قرية عين الحجر. ما كان للي حوس علينا على غاز، ما كان للي حوس علينا وشراكم، ما كان للي سخص علينا عدنا مرضى ولا ما عدناش ولا كذا ولا كذا، راح حالكم كما راكم جيتوا هكذا. ما كانش الغاز هاو عاقب منا علينا بواحد 3 كيلومتر ومنا بواحد 2 كيلومتر، وإحنا هنا ما كانش نديروا الحطب والمازوط ورانا ندفع، وهذه هي الشتوان يعني نعقبوا هكذا. الدراسة انقطعت، وانقطع معها حلم أطفال القرية. الثلوج المتساقطة مؤخرا عزلت قرية عين الحجر المنعزلة أصلا. كانوا يضربوا 15 يوم ما يقراوش مع البرد هذا وين، وما عندهم لا مازوط لا 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 لا, لا مطعم، ما كانش يروحوا ويجوا 12 فترة ويروحوا. المدرسة عندها 20 يوم ما كانش. الأطفال كتبهم هنا يوم قاعدين هنا في الدار كان لا قراية لا والو. وش نقول لك، يديرون لنا التفاتك ما يقول لك. يا المشبح من برا وش حالك من الداخل. الحكمة التي تنطبق على قرية عين الحجر ليبقى هؤلاء السكان في انتظار التفاتة من الجهة الوصية، علها تحمل دفئا ينسيهم برودة الطقس هاته.